صباح الخير. اجتمع مجلس الأمن الداخلي المركزي اليوم بوزارة الداخلية بهالظروف الدقيقة بحضور ممثل النيابة العامة التمييزية، لواء مدير عام أمن الدولة، لواء أمين عام مجلس أعلى للدفاع، وبناء لطلب رئيس الحكومة حضوره مدير عام الأمن العام، محافظ بيروت وكل قادة الأجهزة الأمنية بما فيهم المعلومات والمخابرات، ودعينا قائد جهاز أمن المطار لأنه الموضوع كمان موضوع أمن المطار وأمن محيط المطار مهم لألنا للبلد وللناس كلهم. بالبداية بحب أقول أنه يلي صار بالأسبوع الماضي واللي عم يصير كل يوم بالبلد بهالظروف الصعبة وهالظروف الدقيقة والحساسة، نحن هيدا الموضوع منتحمل مع الناس حتى نأمن الأمان بالبلد. بالنسبة لمواضيع البحث، موضوع زيادة مخالفات البناء وخصوصا على الأملاك العامة ببعض المناطق اللبنانية وخصوصا بمنطقة الجنوب، بقضاء الزهراني، بعدلون، بالصرفاند، بالخرايب، بزرارية، بتفاحتا، بعدلون. أنا بحب أقول للمواطنين أنه ملك الدولة، الملك العام هو ملك اللبنانيين وملك كل اللبنانيين، وبالتالي التعدي على أملاك الدولة، على الأملاك العامة والبناء على الأملاك العامة، هيدا موضوع بيضر بالبلد، بيضر بالناس، بيضر بالمواطنين كلهم. اتفقنا كل المجتمعين وكل قادة الأجهزة الأمنية أنه نكون على جهوزية لقمع المخالفات البناء ومنعها، وما ممكن لحدا انه يتزرع بغطاء، لانه لا غطاء سياسي ولا غطاء امني على التعدي على الاملاك العامة وعلى املاك كل المواطنين. لازم يوقف التعدي على الاملاك العامة، ولازم انه نحن نحافظ على هيدي البلد. وانا هون بحب الفت نظر المواطنين انه بنتيجة الدراسات يلي عم نقوم فيها واللي عم تقوم فيها هيئة إدارة الكوارث برئاسة الحكومة، أكثر الأبنية المعرضة للخطر أو المعرضة للانهيار بسبب الهزات الأرضية والزلازل هي الأبنية المخالفة يلي جرى البناء على عجل. أنتوا بتعرفوا أنه بهالمناطق تيمرقوا مخالفة يمكن بظرف يومين بيصيروا يعمروا طابقين أو ثلاث طوابق، هيك بيكون البيتون منه جيد، وبالتالي المواطنين يلي عم يعمروا بطريقة مخالفة وخصوصا على الأملاك العامة، هودي المواطنين عم يعرضوا أبنيتهم لخطر الانهيار، وعم يعرضوا سلامتهم وسلامة ولادهم وعيالهم للخطر. هيدا ما هن بيقبلوا، هيدا أكيد نحن ما بنقبله، وبالتالي حبيت ألفت نظر المواطنين لهي النقطة. نحن القوى الأمنية حتكون جاهزة للحفاظ على أملاك العامة، على الحفاظ على الأملاك اللبنانيين، وهيكون هيدا الموضوع بمؤازرة الجيش اللبناني، لأنه الجيش اللبناني بما له من وجود على الأرض، بما له من هيبة مع القوى الأمنية، راح يكونوا يقوموا على هيدا الدور. أنا بقول حماية لحقوق الدولة، والأهم حماية لسلامة وأمن المواطنين. بالنسبة للوضع الأمني العام بالبلاد، أنا بقول هون وبرجع بكرر أنه موضوع أمان البلد هو مسؤولية مشتركة بين القوى الأمنية والعسكرية، بيننا نحن ومع المواطنين. أنا بحب أتوجه للمواطنين لأن لهم نحن وياكم بنعمل أمان البلد، نحن عم نمرق بظروف دقيقة وبظروف حساسة، نحن كلنا شركاء بالبلد، كلنا بنعمل الأمان، وبالتالي أي تفلت أو أي دخول طابور خامس أو أي دخول ناس من أصحاب النية السيئة ممكن يؤدي لنتيجة مش منيحة، لنتيجة سيئة لأمان البلد كله، وبالتالي لأمان المواطنين. الحفاظ على الأملاك العامة، الحفاظ على الأملاك الخاصة، الحفاظ على أمان البلد، هيدا مسؤوليتنا كلنا، مش مسؤولية القوى الأمنية والعسكرية وحدهم. ما يحصل بالبلد من جراء تردي الوضع الاقتصادي والمالي
نحن بنتحمل نتيجته مع المواطنين، نحن مش السبب والحل مش عنا مثل ما دايما بقول، نحن كلنا مع المواطنين بدنا نتكاتف تنأمن أمان البلد. أكيد الحل بالخروج بانتخاب رئيس جمهورية بأسرع وقت، بإعادة تكوين السلطة التنفيذية، هيدا الموضوع عند النواب، هيدا الموضوع مثل ما المواطنين مش عندهم، هو كمان مش عند القوى الأمنية والعسكرية، مش عند حكومة تصريف الأعمال. بالتالي الصرخات اللي عم تطلع بهيدا الموضوع على حكومة تصريف الأعمال، هيدا خلي المواطنين يتوجهوا للنواب، يخلي النواب يقوموا بواجباتهم وينتخبوا رئيس جمهورية ويعيدوا تكوين السلطة التنفيذية. بتصور هيدا اللي بدهم اياه المواطنين. نحن والمواطنين بدنا نحافظ على أمان البلد. بالنسبة لنسبة الجرائم، أنا كنت دايما أقول ما في لزوم عيدة. بالنسبة لما ظهر على وسائل الإعلام بالأسبوع الماضي ما يتعلق بحماية بعض المواطنين أو بعض الشخصيات، نحن بناء لكتاب رئيس الحكومة عم نعيد النظر بالحمايات. وبالتالي نحن عرضنا على مجلس الأمن الداخلي المركزي التقيد بمضمون كتاب دولة رئيس مجلس الوزراء لجهة سحب الآليات والعناصر الموضوعة خلافا للقانون بتصرف الشخصيات. وأنا هون بقول إنه هيك نحن مش عم نكشف الشخصيات ومش عم نكشف البلد، نحن منطبق القانون. حماية الشخصيات منظمة بمرسوم، وحماية بعض الشخصيات مقررة بموجب قرار مجلس الأمن الداخلي المركزي. وبالتالي تطبيق القانون هيدا اللي المواطنين بدهم إياه، مش بدهم خلافه. المواطنين ما بدهم يشوفوا حمايات غير منضبطة وحمايات غير قانونية وحمايات متفلتة. كل شخص بيعتبر أنه عنده وضع أمني يستوجب الحماية وهو غير مذكور بمرسوم حماية الشخصيات، بيتقدم لمجلس أمن الداخلي المركزي يلي نحن بكل الأجهزة الموجودة بتقدر وبتقرر مدى الخطر. وبالتالي نحن بنأمن الحماية اللازمة للشخصيات وللمواطنين، وهيدا الشيء ضمن مسؤوليتنا بحماية البلد. الحمايات بتتقرر بالمرسوم أو بمجلس الأمن الداخلي المركزي، وما بنقبل وما بيقبل دولة رئيس الحكومة إنها تكون عشوائية. بالنسبة لموضوع أمن المطار، نحن بآخر اجتماع انعقد من حوالي عشرة أيام بالسرايا الحكومي أكدنا على حماية المطار وحماية محيط المطار. جهاز أمن المطار وقائد جهاز أمن المطار معنا عم يأكد اتخاذ كل الإجراءات اللازمة ضمن المطار وعلى سور المطار وعلى حدود المطار. ونحن كمان كنا عملنا قرارات وأنا شخصيا كلفت البلديات باتخاذ التدابير اللازمة، لا بالنسبة لمربين الطيور يلي هي بتضر بسلامة الطيران واللي هي بمحيط المطار أو بأماكن قريبة من المطار، والتدابير اللازمة رح تتخذ. بالنسبة لإطلاق النار بطريقة متفلتة خصوصا، يعني مش هقول بهالأيام، يمكن بكل الأيام بمحيط المطار، القوى الأمنية رح تقوم بدورة سواء بالتعاون بين المخابرات وبين المعلومات لقمع هيدي الظاهرة. ما رح أقول للتخفيف أو لازم تقمع هذه الظاهرة، لأنها هي بتأثر على سمعة لبنان وعلى سلامة الطيران وبالتالي على سلامة كل المواطنين. بالنسبة للأمن خلال شهر رمضان المبارك، أنا بدعي المواطنين أنهم يكونوا معنا لتحقيق أمانهم، ما يطلقوا النار بطريقة متفلتة أو بطريقة عشوائية. وبالنسبة لأمن الأعياد بيرجع عنا اجتماع تاني، أنا هون بعيد الحاضرين وبعيد كل المواطنين وبتمنى لهم شهر رمضان مبارك. يعطيكم العافية. Thank you.
انا برجع بقول لك بقول للمواطنين الوضع بيستقر او بيروح للاحسن او بالأسوأ. هيدا انا بقول انه امان البلد هو مسؤوليه مشتركه بين كل المواطنين اللي عايشين بالبلد وبين القوى الامنيه وبين السلطه. ف نحن بنتامل انه المواطنين يساعدونا لحتى نحفظ امان البلد. القوى الأمنية اللبنانية وشعبة المعلومات عم تقوم بالجهد اللازم مع كل القوى الأمنية والعسكرية لضبط الأمور على كافة الأراضي اللبنانية. القوى الأمنية عم تقوم بكل التدابير اللازمة وما بتتخلى عن مسؤوليتها لأنه المواطنين هن من مسؤوليتها. نحن كوزارة الداخلية ملزمين بتطبيق القانون ونحن منطبق القانون بالوقت بكل الأوقات بالمواعيد اللازمة. حتصدر القرارات اللازمة. نحن ملزمين بتطبيق القانون وبإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية. هيدا موضوع مش خيار إلنا، هيدا موضوع هو مفروض علينا. برجع بطلب من المواطنين إنه بتزامن شهر رمضان مع الأعياد المباركة مع عيد الفصح المجيد ولاحقا العيد أن يساعدوا على أمانهم وأمان البلد. نحن وزارة الداخلية والأجهزة الإدارية هي جاهزة وهي ملزمة بتطبيق القانون. أنتوا بتعرفوا أن الدولة ما بتتأخر عن تطبيق القانون. شكراً.